العجن هذا هو الطاجين هذا هو الخبز الاوري على حق طريقه اللي ما عارفوش. وساري قاعد لي هذوك الطويجنات الاخرين، شوفوا شحال زايدين شوفوا البنات تحت شفتهم انا الله الله شفتهم انا عشقت انا ناكل كاع. صباح الخير البنات، صافا لاباس عليكم بخير، لا تكونوا بطريقه اخرى. المهم 6:00 ديال الصباح هادي انا في قليل صباح مع بولبي، المهم غادي تعرفوا كل شيء ان شاء الله من بعد ما نسالي العجينه. المهم بالنسبه للناس اللي سولوني على العجينه ديال الطاجين كيفاش داك الخبز ديال هو راه كيفاش كندير ليه، المهم انا حنا خديت الدقيق ديال الحلوى. استنى خلي اياد حتى اياد راه فات معايا معسكر، سيد نسي كيفيق معايا. المهم انا درت شويه هاد الدقيق الصفر اللي كيبان لكم هنا، هذا الدقيق الصفر هذا الفينو درت منه غير شويه البنات، تقريبا كاس ديال اتاي، تقريبا كاس ديال اتاي صغيور هكا غير باش مي هذا ما يبقاش يدير لي بحال المسكه فهمتوني. هذا البن درت ودرت هذا درت هذا درت الدقيق درت منه كثير داكشي اللي غيخصني وصافي. وهنايا هنايا خلطت شويه ديال الملح وشويه ديال الخميره ديال الخبز غير باش تذوب الملحه، وهذيك الخميره درتها مع شويه الماء دافي ياك شويه ديال الماء دافي. هنايا ها هو هنا دفيت الماء في هذه القدره باش يطيب النار. دفيت الماء في القدره نبقى نكب هكا ونخلط فهمتوني، نبقى نكب ونخلط. باش يتخلط هذاك الشيء، المهم هذاك الفينو اللي ما عندوش البنات راه ما يديروش ماشي مشكله، انا درتو غير باش ما يبقاش الدقيق يولي ليا بحال لاستيك كيبقى يرجع عليا فهمتوني. هكا انا راه كنعجنهم بواحد اليد، انا العجينه ديالي كنعجن بواحد اليد ما كنعرفش نعجن بجوج. كتبقى يد لكي هكا تجمعيه رجع ولي الله رجع. كنبقى نجمع فيه كنبقى نزيد الماء بشويه بشويه وكنجمع فيه حتى كيتجمع كله عاد كنبقى نزيد الماء كنبقى غير ندهن يديا باش ندلكو. صافي دابا غادي نجمعو مزيان. المهم بنات كاش تجمع العجينه تجمعات على هذا الشكل شفتوها ما بداش انا على يدي انا عمرتي ديال العجينه. المهم غنبقى نجمعها نتكفي على الطريقه، انا ما كنعرفش ندلك البنات بجوج يدين عندي واحد اليد. ونجمع دوك لي بور نغاكلي دوك لي بور باش ما يبقاش فيهم العجينه. انتو الناس هاد
الخبز ديال الطاجين ديال هذا راه ما كيحتاجش ديك بزاف، هو راه الخميره هو اللي كتنفخو. المره انا ما كان انا ما كنعجنش بزاف، راه كندير غير ما كان كنديكوش بزاف يعني غير شويه حتى كيتجمع صافي. تعاود الدلكي جوج دليكات هكا باش تدخلي كلشي ملي محتاج هو كاع الدلكي. هاد البنات ماشي بحال تاع البطبوط، ماشي بحال تاع الفران خاصو ضروري ديك بزاف. هذا ما كيحتاجش دير، هذا غير كتجمعي شويه صافي، كتجمعي شويه. وها هي العجينه ديالنا على هذا الشكل شفتوها. دابا غادي نغطيه بشي حاجه بالسلوفان ولا بشي زيف وغادي نخليه حتى يخمر. غادي تشوفوا معايا ندير ليه السلوفان هكا. عندكم نتوما عندكم ديال السلوفان ماشي ضروري ديرو غير زيف كاع، غير زيف وحطوه في شي بلاصه وخليه. ندير ليه السلوفان وكندير ليه الزيف، كنديرهم ليه بجوج. الا كاين البرد غطوه مزيان، بحال دابا الناس اللي عايشين برا عندهم البرد غطوه مزيان خصو يدفى باش يخمر. حنا اللي حنا عندنا الجو سخون اصلا يعني ما عندناش مشكله، حنا بلا ما حنا يعني نغطيه بالسلوفان وصافي. الناس اللي عايشين برا اللي خصهم يغطوه مزيان باش يخمر، باش ديك النفخه ديال الخبزه تطلع عليكم فهمتوا. صافي غنغطيه دابا بالزيت وصافي. البنات يلا غادي تشوفوني دابا ياك، ملي عجنت الصباح عجنت مع السته، المهم درت الفطور باقي ما فطرناش، مي درت واحد الحليوه وجد داكشي اللي خصيت وجد. الوقت اصلا بغي كيدوز. المهم العجينه دابا خمرات، وريهم ايد العجينه حيت راه ايد كيصور المهم انا ما عنديش الخباز داكشي ديال الخبز وداكشي باقي ما عندي، غير كنديباني وصافي فهمتوني. المهم هنايا عجنت، هذا هو الطاجين، هذا هو الخبز الاوري على حقه طريقه اللي ما عارفوش. المهم ديال الخبزه الاولى، مع الخبزه الاولى واش كت الخبزه الاولى نورمالمون ما كتقادش. دابا هذه هوري على حق الطريقه. المهم بنات راه انا غير كنديباني، راه ما كاين والو هنايا اصلا. هاد الرويه اللي كتشوفوا هنا راه الخدامه، الخدامه داروا الزليج ديال لا تيراس كيما قلت لكم، داروا الروينه صافي، داروا الروينه في لا تيراس. شوفوا فين جابوا الطبله، شوفوا فين جابوا الكواغط مليوحين، وانا ما فيا ما ينكذب عليكم وفيا ما يجوعش هادشي. واصلا هما باقي عليهم الوقت باش يقادوا لا تيراس، مازال ما زعما مازال باقى الوقت، مازال ما سالوش، ما فيا ما يجمعوا ويعاود يعاودوا يرونوه فهمتوني. المهم هنا بالنسبه للناس اللي بغاو يعرفوا الخبز كيفاش، كنديروا بزاف ديال الخبزات يعني كديري باش تطاب فهمتوني، حيت هذا هذاك الديك ديال الحلوه كيكون شويه داير بحال لاستيك يعني كتوجديهم ديجا الافونس باش يطابوا. ديري شي وحدات هكا، اللي بغى يديرهم كبار يديرهم كبار، اللي بغى يديرهم صغار يديرهم صغار على حسب. كديري هكا وحده ترطب ونشوفوا الخبز. حرقات هذه العافيه مجهده. الاولى ما كتصدقش 100%، 100% 100%. الخبز ياك الخبز الخباز؟ لا الطاجين هذا كنسموه ماشي خبز الخباز. المهم علاش المهم خبز خباز ما خبزت انايا، ما عرفتش شحال هذه ما خبزت فوق العافيه. تعرفوا هذه الجلسه اللي دايره تعذبت بها، تعذبت واحد الجلسه تعذبت ما فهمتش. الخبزه الاولى راه ما كتصدقش اصلا، الخبزه الاولى مع الطاجين كيكون سخون ما تعرفيش ليها اصلا، فهمي ليها والو. قلت لكم شحال فاش هذه الجلسه ما جلستها كي هكا، وكنحس براسي تعوقت ظهري ضرني ظهري يعني ما ولفتش باقي هذا الجلاس كي هكا نسيت عليه. المهم الخبزه الثانيه ايه بسم الله على الله. نعم ما تشوهيناش مع الناس ياك ياك
ما تشوهناش مع الناس ياك. انا ما عرفتش. ما عرفت شي هكا وكنخليها ترطب. دابا هادي تكون رطبت. شتوها رطبت هادي دابا. كتسمعوا الصوت ديال الفراخ وتسمعوا الصوت غير ديال الدجاج وداكشي. المهم داكشي اللي باق 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 باق. شوفوا الخبزه خاصها تقلب قبل ما تشرف، فهمتوني؟ حنا كنقولها قبل ما تشرف، يعني قبل ما دير دوك النبيلات خاصها تقلب. Attention, la chef Ayat qui se prépare à se cuisiner. Moi, d'abord, qu'est-ce que tu vois? Vous êtes pourquoi? Non. Et voilà, notre cuisinière maison nous prépare le bon pain de bon matin et de bonne humeur. C'est pas une professionnelle, hein. Non. Mais ça fait rien. Ça fait rien. C'est pas grave. Du moment que tu le fais avec ton cœur, c'est le principal. Si tu le fais avec ton cœur, c'est le principal. Tu fais le même. Mais c'est le même pas que tu as fait la dernière fois avec Marc. Oui, mais sur le feu comme ça. Oui. C'est difficile. C'est plus difficile. Pourquoi ça cuit la cuisson. Je sais pas les gens comment ils font se mettre assis comme ça. Et moi, ah, la position. Oui, j'arrive plus. Mais tu te fais vieille, ma chérie, c'est pour ça. Ouais, il gonfle. Regardez-moi ça, ce spectacle là. Regardez-moi ça, incroyable. Tu vas le montrer le spectacle, tu vas tomber, oui. Regardez comme il gonfle. Oh, c'est magique. Ah, là, je retrouve mon Hayat. Ma Hayat, pardon, pas mon Hayat. Mais moi, je commence à parler comme toi bientôt. Ouais. Je suis plus français. Tu sais, je vais parler. Le français de ma chérie, on va dire. Ouais. Parce que si. Marocain qui parle très bien. Ah oui, il parle mieux que moi. Ah oui. Oui, bien sûr, ça existe. Tu veux faire du pain? Non, merci. Moi, j'arrive dans la position là, moi aussi, je suis un peu. Ah, c'est un beau spectacle. Le matin en plus il fait bon. Ah, c'est vrai, le jour joué, voilà. Ah ben c'est beau, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu te plains? Le résultat il est là. Je suis sûr qu'il va être très bon. Si Marc il serait là, il va se régaler lui. Ben, c'est magnifique. En plus, on entend les oiseaux chanter. On entend les oiseaux chanter en plus. Une femme qui a l'habitude d'habiter au village de ouais. Faire ça, elle fait ça facilement. Hein. J'aurais fini déjà. D'accord. Ma deuxième femme, je prendrai une du. Qui est un village. Je dois être là. Vous faites la porte en ce que j'ai dit, sinon elle m'aurait déjà engueulé. Hein? J'ai dit ma deuxième femme, je la prendrai. Bien sûr. Voilà. Ouais, aussi. Le deuxième homme. Ah ben non, c'est interdit. Je hein. Le prends un peu plus riche. C'est interdit le deuxième homme pour les femmes. Eh ben non. Ah si. Interdit si je suis mariée, oui. Eh ben t'es mariée, alors. Qu'est-ce que tu parles? C'est interdit. Mais si je suis plus. Ah ça c'est autre chose. Ah ben voilà. Il faut le cuire dans la tagine. Il faut le cuire dans la tagine, dans le tagine. La tagine comme ça, oui.
ومازال انا كنكثر ليهم البنات الدقيق بزاف، انا كنكثر دقيق في الخبز نورمالمون ما خصوش يكثر فيه الدقيق بحال هكا، انا كنكثر فيه الدقيق بزاف. كنخافو يلصق ليا في يدي ولا يلصق ليا في هذه، كنكثر الدقيق وما ديروش الدقيق، فهمتوا؟ شكون اللي بغات الخبز؟ جوج ب... جوج ب 50 درهم جوج دبا ا 50 درهم عام سي دي بان لوكس كي تي في تو خلي خلي بغيتو الحلوى سي دي بان لوكس كي تي في با لو لوكس ريكارد كومون جو سوي اسيز جاريف ميم با جاريف بلو هي وي سي كوم سا جاريف بلو لا بوزيسيون لا وي حيت قعدت نبكي مالكي ورا تي غريبي ورا تكون سيت وما سريالي شتا علاش كندير لها ديك كتلصق ليا بنت اللدينة تدوني لا غوسيت دو با وي جو لو في ديجا سناتا ولا تدخلوها البنات تقريبا تتشوفوه تتشوفوك الدوبل الدوبل ديال العجينه هذا هو تقريبا القياس ديال الدوبل العجينه وصافي تقدروا تخبزوه صافي الدوبل الدوبل فاش طول آه. انا باقي ما درتش مي خصني ندير فوك جو في ان باربيكيو جو بو كويزيني هاكا ouais. Un truc tranquille. Faut pas être par terre. Wak wak kadhari. On va le faire, on va le faire. مشات حياة الهورية قلت لكم غا كريستينا هنا يا بقات حياة تعلمت الخبز أنا فاش كانت عندي وقيلة وش الموسيقى ديال الحزنية شات حياة مسكينة ويا باتا فاش كنت كتعرف تخبز ايه ايام ايه ايام وجع التراب ولا سميتو كاع لا هو مولا مولا المهم لا زعما الفيلم انا دابا الفيلم سميتو وجع التراب هذا لا عمري غير دابا نجي مع الموسيقى ولا ديك هي حزينة انا ما بقيتش كنعرف نخبز حزينة حزينة التلميذ بو هادو قال لك غيجوا لالا بعد 8 ونص شنا هما وصلوا ما لحقونيش كاع الخبز بحال شي المهم هو المشاركه المهم انا كنخليها خصني تقاد ما كنحملهاش عوجه كتعجبني فاش تكون مقاده كيبقى مدوره كيجيك شي زوين 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 والله الا بوغوس بوغوس ديالي ما هذا يا هذا عندي واحد مصور تي مو دي با مون امور ها وا سا دون انفي ها سا دون انفي تي سور نو لي اتوندر وي بون غادي نخلصوا الفطا ما قال لك غيجيو مع 8 ما جاو لا مع 8 لا صح ماشي Il faut qu'on fasse aussi un coin pour le feu le soir, tu sais, quand tu... Oui, c'est là-bas. Ouais. يا سيدي اللي تعبت في الله وحدي
ديروا بحال ما شتي وصافي. المهم ما صورت لكم والو راه فطار. نحنا غادي نصور لكم دابا البنات اللي جاوا. انا صورت لكم على الفطور. طب الفطور ما صورتو صورات غير شي وحده فيهم غناخذ منها باش نوريكم الفطور الطبله كيفاش دايره. تبارك الله عليك ما شاء الله بزاف. يعطيك الخير. الله يعطيك الخير. المهم راه ماشي شي حاجه نيت راكم جايين في القيده زعما راه ما كاينش اكثر من هكا. شنو غتحطي لينا؟ ما كاينش ما عندك. لا والو ما شوفي احنا جينا عندك جينا الباديه. أيه. سيكون داك الشيء طبيعي ديال الباديه ما يكونش بروتوكول. أيه. الشعب المغربي طبيعي كيبغي الطبيعه وتيبغي داك الشيء تيبغيش بروتوكول. لا باش يعرفوا راه ندور لكم تشوفوا ماما جاوا حدو كاع. ها غزلان غزولان دايرين لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ غدوزوا معنا وقيت مع حياه شكل جديد. الله يعطيك الخير. كبرات بينا مسكينه وجدات لنا الفطور وجدات لنا خبيزات غزالي. شوفوا البنات هانتوما تلقاو فلاشين ديالها زعما شي حاجه رائعه صراحه. يعطيك الخير. جيجيان جيجيان كالومان 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 جيجيان شطورات كالوزان ارودان وجودان سلومان بنوتان سلموسان هضرها بس عليكم عرفتي واحد اللغه تبقاو تسمعوها كنهضرو بها ولا تسكت فيها. ايه اخاتي حليمه هذه اسبابنا. سلومان بنوتان حبوبان. ايه لاباس عليكم بخير. حنا اليوم جينا الحياه براس بينا الله يكبر فيها. الله يعطيك الخير. اش غنقول لك الصلاه النبي عليها. اه وحده كتير هادشي وحده قال لي ساكن ما شفتو هو شي فور بوش عيب. لا كريسونان 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 بوش عيبان. ويلي حنا البنات ديال الدار ما نعاودش نقوم الفطور معتبر. هذاك الشيء غير احسن حاجه ملي كيخرج الدار وكترتاحي هذاك هو الحاجه اللي كيحطوا لك يحطوا لك في الدار. الصداع الصداع عجل سمعوا الصداع مع الدار كترد. لا الدار اللي كترد مع خاويه ولد حياه التهنيجه. يا هبيلي مسكينه حق الله يبابيلي جا فرحان غيطر عليه وما تحليه ما تحليه غيطر على الطبره ما تحليه. هابيلي البنات هادي ما شفتوه هو جا قلت لك غزر بالحمص الزبيب ويلي ويلي. غير غاطعه لا 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 اليك لا غير الماكله ديالو اه ما فيه والو. قنيه بحال القنيه ندير هابيلي ويلي حطوا اي حطوا مسكين حطوا يا راجي عنديش ها كل يوم زعما وليت بحال داكشي ما بدلتش حوايج بقيت هاك اصلا كاين الصهد. شوف واحد لما دير الشعر زعما هو ريح حقيقيه ما نسيتش داكشي زينوا. قالت لكم خالتي حليمه قالت لكم خالتي حليمه مريضه فقط الصباح صبغ شعرها وانا ما مريضاش ما بيا والو ما صبغتش. ألان 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 تبارك الله عليك الحياة الله يبارك فيك. دابا حنا قاعدين شربت الضوء شوية الحمد لله. حنا جالسين راه شربنا جريم ثاني عند خصك. اييه كيما كان كنشارك ليت في المباراه كنربح ميداليه.
هذا اختكم ما كتعرفش كاع تضرب. سالينا جمعت الدار بعد الباكاج اللي كان عندي وهزيت البنات وجينا لعند الزهره اختي جينا نتغداو عند الزهره مواصلينها مواجدينها دايره الغداه مسكينه واش هذه اختك سلمي عليها اللي كانت اختك شكون هي هذيك هذيك تهضر مع حكايه كانت اختك سلمي عليها تهضر معايا نسولك واش اختك واش وانا كنهضر في الفيديو خالتي نعم في اليوتيوب خالتي ماشي كان ماشي اختي هذيك في الهضره معاها غتفوض يا حسابها اي غنفوض سلمت عليكم خالتي بنات هاد التويجنات جينا عند الزهره كما قلت لكم منديره هي اليوم حفله صغيره لابنها دايره واحد الحفله صغيره ولدها تزوج وصافي ودير ليه طواجن غير الناس كتعارضه غير على الناس الفاميليا اللي كتعرف والجيران وصافي وساري قاعد لي هذوك الطويجنات الاخرين شوفوا شحال زينين شوفوا هنا تحت شفتهم انا الله الله شفتهم انا عشقت انا ناكل كاع ياك يلا فطرنا عرقنا في الاخر جاني الله يخسي عرقنا صراحه اني الطويجنات شوفوا كيف تحل نفس اللي قالوا زيناتهم باللحم نورمال باللحم قيد غنمي ولا والله ما عرفت البنات اش غنمي ولا البكري الله اعلم لا 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 ماشي الدجاج ماشي الدجاج اللحم وها هو الدجاج البلدي وها هو الحمام البلدي الحمام هذا هو الحمام التراديسيونيل الا ما عرفتوش هذيك هي البوله هذيك القرعه اللي محطوطه تما هذيك هي البوله زعما هذيك كتدخل الضو بدل ما ديري البوله في الداخل كيكون الماء ديري هاد القرعه هكا وتدخل لك الضو للحمام والزناره اللي ما عرفتش الزناره ديال الزناره كنديروا فيها العافيه كيسخن الحمام تحكي فيه والله العظيم كنت سخون كنت دخلت تحكيت انايا يا سيدي اللي تعبتي في الله
ليها عنبان ليمونان والله نعرفوها لغه هذه كاع وبليتينا بنت بليتينا حق الله لغه تبارك الله ضروري احنا دابا ما ناكلوش نصوروا ما تاكليش تصوري بيتم نايتن دور الكاميرا بانونان ها هي تفاحه انت هي موسان موسان تعرفي انت احنا باقي مبتدئين عنوبانة احنا مبتدئين يلا كنتعلموا اللغه الله يخليكم تفوحان هاي اسمك تانا تفوحان تفوحان بانونانو